اللواء شريف سيف الدين أدى اليمين الدستورية علشان يكون رئيس لهيئة الرقابة الإدارية خلفا للواء محمد عرفان. بالنسبة لناس كتير ده ممكن يكون خبر عادي، خصوصا أنه اللواء عرفان تولى منصب جديد في رئاسة الجمهورية مستشار للرئيس، والبعض اتكلم عن دلالات سياسية للموضوع بعد فترة من القضايا الكبيرة اللي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية واللي كنا بنتابعها معاكم يعني أول بأول. لكن المفاجأة كانت هي الزاوية القانونية اللي كشف عنها وكتب عنها موقع مدى مصر، انه اصلا ما كانش ينفع يتعزل اللواء عرفان حتى بموجب القانون الجديد اللي اصدره الرئيس السيسي، وبموجبه قبل كده اتعزل المستشار هشام جنينه، لانه بنفس القانون ما كانش ينفع يتعزل الا لما يكمل مدته في ابريل 2021، ده بحكم يعني القانون بتاع الاجهزه الرقابيه، او انه تنطبق عليه شروط معينه اللي اتعملت في قانون هشام جنينه زي ما سميناه، اللي هي فقد الثقه والاعتبار او الاخلال بواجبات وظيفته. واضح انه ده ما ينطبقش في حاله اللواء عرفان، خصوصا انه بحسب ما قال النائب مصطفى بكري انه تم تعيينه في منصب تاني مهم، هو منصب مستشار الرئيس لشؤون الحوكمه وقواعد البيانات، فبالتالي لو هو بينطبق عليه واحد من المعايير الاربعه فمكانه هو ان يحاسب، مش هيتم منحه منصب في الرئاسه. طيب لو لم يكن هذه الشروط مستوفاه فبالتالي عزله او اعفائه من منصبه هو مخالفه قانونيه ودستوريه، لان المفروض لا يتم عزله بقرار من الرئيس. خلونا نرحب عبر خدمه سكايب الاستاذ احمد سميح مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف. استاذ احمد برحب بيك، وخلينا نتكلم في النقطه القانونيه دي اللي كشفها مدى مصر ومتعلقه بقانونيه ودستوريه اصلا ان يقوم الرئيس السيسي بعزل رئيس جهاز رقابي زي الرقابه الاداريه. مساء الخير، ازي حضرتك استضافتي. يعني بعد 4 سنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السيسي ودوره الكلمتين هو الرئيس السيسي مش مؤمن ايمان حضرتك بدوره. طيب واضح ان في خلل ايمان حضرتك، واضح ان في خلل في الاتصال، مش سامعينك كويس استاذ احمد سميح، لحد ما يرجع لنا استاذ احمد. احنا كنا بنتكلم على انه في خبر عدى كده مرور الكرام، ويمكن من كتر الحاجات اللي بتحصل بتلقائيه شديده بقى الناس حتى لما نيجي واحنا بنيجي نناقش دلوقتي هتلاقي الناس بتتكلم بتقول يعني جت على دي، ما طبيعي ان في حاجات غير قانونيه وغير دستوريه بتحصل والامور بتعدي بسلاسه يعني. عموما لحد ما رجعنا استاذ احمد، احنا معانا عبر الهاتف استاذ عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري. استاذ عصام برحب بيك، وعايز اتاكد من حضرتك بخصوص النقطه اللي اثرتها او اللي اثرها موقع مدى مصر بخصوص عدم قانونيه وعدم دستوريه إقالة وإعفاء اللواء محمد عرفان. أيوه معايا يا فندم؟ أسمع فندم؟ بكلم حضرتك عايز أتأكد منك إذا كان الكلام اللي ورد في تحقيق مدى مصر أو في تقرير مدى مصر بخصوص عدم قانونية إقالة اللواء عرفان هو صحيح أم لا؟ هو في الدستور المصري الجديد 2014 يتضمن الباب الخاص او الفصل الخاص بالهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه، نص الماده 216 اللي بتتكلم على انه الفقره الثانيه منه بانه يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات والاجهزه بعد موافقه مجلس النواب باغلبيه اعضائه لمده 4 سنوات قابله للتجديد مره واحده، ولا يعفى اي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون ويحضر عليهم ما يحضر على الوزراء. معنى هذا أنه الأصل أنه طالما أن هناك تعيين صادر بتعيين رئيس الرقابة الإدارية وهو معين من سنة 2015 يعني هو بيباشر مهام رئيس الهيئة منذ عام 2015، وإن كان عرض في إبريل 2017 امر موافقه من نقل الانابه الى الرئاسه، وبالتالي كان يتعين يعني ان يستمر لمده 4 سنوات، لكن كان عند اعفائه يتعين ان تبدا او تذكر الاسباب التي دعت الى الاعفاء المحدده بالقانون الخاص بالرقابه الاداريه اللي هو القانون 54 لسنه 64 المعدل بالقانون 207 سنة 2017. إنما الحقيقة ما قيل أنه قالوا معايا حضرتك؟ أيوة معاك، اتفضل.
لما قيل أنه قد تم تعييني مستشارا لشؤون الحوكمة، فربما يكون هذا هو السبب الداعي إلى تغييره ونقله من موقع إلى موقع. وأعتقد أن هذا المنصب اللي هو منصب مستشار الحوكمة منصب مستحدث في مؤسسة الرئاسة، وأتصور أن فكرة الحوكمة وهو طبعا مصطلح عربي جديد على المفردات العربية، إنما تعني هو العمل على تحسين وتنظيم مجموعة من القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية اللي تعمل على إجادة الأجهزة الإدارية وحسن إدارتها ومتابعتها ورقابتها على المستوى العام. ربما هذا هو السبب الدافع إلى تغييره. بس هل يجوز يا دكتور، لأنه في النهاية إحنا عندنا لو مثلا افترضنا انه تم تعيين رئيس وزراء مثلا، هل ده برضه مبرر لانه يتم اقالته من منصبه علشان يبقى رئيس وزراء؟ الجزء القانوني هنا غامض. لا، ما هو هنا بيقول لك بالاسباب اللي حددها القانون، اذا هو وجد انه ممكن في موقع اخر يستفيد بيه فممكن يعرض الامر على البرلمان، واذا وافق البرلمان يبقى هنا في هذه الحاله يجوز. بس الكلام مش حتى الكلام مش متعلق بترقية أو إنه محتاجه، يعني كلام كله متعلق بفقد الثقة والاعتبار، الإخلال بواجبات وظيفته كلها، مخالفات. لا لا لا، ما فيش فقد ثقة واعتبار بالنسبة له. ما ده اللي بنتكلم فيه، إنه لو احتاجنا رئيس جهاز رقابة عشان يكون رئيس حكومة أو يتعين مستشار زي ما حصل. هو كان يتعين أن تعلن الأسباب التي أدت إلى إعفائه، إذا كان هذا هو سبب إعفاء يقوله، حتى ولو كان هيعين بمنصب مستشار، أو يكون هو تقدم بهذا الطلب ويتم في هذه الحالة إعلان هذا. يعني بس في كل الأحوال ما ينفعش الأمور تعدي كده، يعني بقرار إجرائي والأمور تعدي، لازم يكون في توضيح. إعلان الشفافية المطلوبة ووصول المعلومات إلى كل مواطن، لأن المسألة دي متعلقة بالنزاهة والشفافية. فكان يتعين أن تقدم الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية إلى إعفائه من هذا الموقع، حتى ولو كان في موقع ترقية أو موقع آخر مهم. طيب الجزء المهم برضو اللي نقف عنده هو فكرة بعد موافقة مجلس النواب، لأن ده برضو صار فيها جدل. أولا ما حصلش إنه حصل على موافقة مجلس النواب على هذا القرار، لكن لما مدى مصر اتكلمت مع نواب البرلمان قالوا لا، إن هو مش شرط تكون الموافقة قبلية، لكن ممكن يؤدي اليمين ويتم العرض. اتفضل يا استاذنا. ندى مصر ده موقع ايه؟ موقع ايه؟ موقع مصر. انت مش بي بي سي ولا مدى مصر؟ انت بي بي سي ولا مدى مصر؟ لا، موقع الموقع اللي نشر هو موقع مدى مصر. حضرتك قناه ايه؟ اذاعه ايه؟ افندم؟ حضرتك قناه ايه او اذاعه ايه؟ انا برنامج بتوقيت مصر قناه العربي، تلفزيون العربي. لما قالوا لي البي بي سي ليه؟ لا يا فندم، اكيد حصل سوء تفاهم. لا مش اكيد، باكدها لي. وانا لو اعرف انا ما كنتش اتعاملت معاكم. طيب انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري. خلينا ارجع مره ثانيه للاستاذ احمد سميح. استاذ احمد، الجزء المتعلق بموافقه مجلس النواب كشرط اول، ثم الجزء المتعلق بانه لا يجوز اعفاء رئيس جهاز رقابي من منصبه الا في اربع شروط مش واضح انهم متوافرين. أنا أعتقد يعني بناء على المناقشة السابقة مع المتحدث السابق، أنا أعتقد أنه إحنا بنتكلم على الشرط الثاني في القانون اللي الرئيس أصدره في سنة 2015، وهو شرط فقد الثقة. متاح على الإنترنت أمام الجميع المداخلة الأخيرة التي قام بها اللواء محمد عرفان أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى انتقاده، أنا مش بتاع لغة الجسد وكده، بس يعني واضح جدا أنه أبدى انتقاده في مرحلة معينة من الكلمة اللي قالها اللواء محمد عرفان في افتتاح القناطر أسيوط، ولم يبدع امتعاضه فقط، وإنما أشح بوجهه تماما وكأنه لا يراه. لو حضرتك طبعا عملت أي مقارنة بسيطة ما بين الشكل اللي بيتحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشكل اللي بيتحدث به اللواء محمد عرفان، هتلاقي طبعا أنه الدرجات لصالح اللواء محمد عرفان.
الرجل يعني منمق مهذب، يتحدث بشكل جيد جدا جدا بنقاط محددة، على عكس تماما الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيتحدث بشكل يعني فيه إلهام إلهي أكتر ما هو فيه نقاط محددة أو يعني أفكار مبدئية. والرئيس عبد الفتاح السيسي يحب كثيرا أن يضيف من عندياته وآراءه الشخصية، فتلتبس الأمور عند المواطن المصري، وأعتقد أنها تلتبس عند الموظفين في الحكومة المصرية أيضا. يعني لو أنت أنت بترجح حالة عملت عدم الارتياح مش حالة الترقية. هو عدم ثقة، الموضوع بسيط خالص. الترقية دي ترقية يعني ايه؟ مستشار للحوكمة يا استاذ تامر، ما هو يعني دي يعني ده حاجة دمها خفيف وظريفة، اللي هو يعني بتطلعك هو بره خليني الملعب احطك برضو في السياسي. الكلام اللي قيل ان ده في مشروع يعني نوالي هذه الاداره التابعه للرئاسه، انه يتم تجميع كل قواعد البيانات التابعه لكل الجهات ويتم توحيدها، بدل ما في بيحصل تضارب بعض الشيء فده يتم توحيده تحت اداره واحده، فبالتالي ده بحسب التصور ده، فبالتالي هذا المنصب قد يكون لجدوى. استاذ الفاضل، هو كل الامور تحت اداره واحده اصلا، هي اداره الرئيس عبد التحسيس شخصيا، ما فيش بلاط قصر، في بلاطه قصر يعني، في دائره ضيقه جدا جدا بيديرها الرئيس عبد التحسيس شخصيا، وخرج منها اللواء محمد عرفان كان فيها وخرج منها. موضوع بسيط جدا جدا، الكيمياء مش ماشية. يبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتحدث قبل كده عن السياسيين بتوع الكلام، فمحمد اللواء محمد عرفان يتحدث بشكل منمق، فيمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي حس كده انه يعني بمنطق ميكافيلي بسيط، انه الراجل ده يعني شكله كويس كده، بيتكلم كويس وفي نفس الوقت قريب، فممكن يبقى منافس جيد في مرحلة لاحقة. فألف بيه كتاب بس ميكافيلي طول الفترة اللي فاتت أستاذ أحمد لو تلاحظ إنه تخلص من ساعدوك للوصول للحكم. كان فيه اهتمام إعلامي كبير جدا بالأنشطة اللي بتقوم بيها الرقابة الإدارية في ملاحقة الفساد وغيره، كان فيه يعني اهتمام مكثف جدا من جانب الإعلام اللي هو بين قوسين يعني ممكن يكون خاضع لإدارة الدولة في نفس الوقت، فبالتالي منين في حالة عدم الارتياح دي ومنين في حالة التلقف الإعلامي لأي حاجة تخص الإدارة دي؟ لا، هو اولا في حاله الفراغ الاعلامي اللي في مصر اللي انت حضرتك اكيد عارفها وقايسها اكتر مني، فطبعا اي حدث كبير من جهه رقابيه كبيره زي هيئه الرقابه الاداريه بالتاكيد هتلفت انتباه الاعلام. ولكن ولان الوقت انا متاكد ان هو قصير، تعال نتحدث في كم قضيه من القضايا اللي اتفرقعت بشكل كبير لقيادات مثلا زي الجمارك، زي وزاره الزراعه، زي القضايا دي انتهت لايه؟ احنا كلها قضايا رهن التحقيق. مثلا انا من معلوماتي انه مثلا قضية وكيل وزارة الزراعة ما فيش تسجيل واحد بيدين الرجل، وكل الموضوع انه الرجل طلب الشنطة بتاعته تنزل من الوزارة، الشنطة نزلت من الوزارة فيها 30,000 جنيه. حضرتك عايز تفهمني انه وكيل وزارة الزراعة متهم برشوة، تلقى رشوة 30,000 جنيه؟ ده يعني ما يكملوش 1000 يورو او 1500 يورو. لا، هي قضايا يعني التركيز الإعلامي عليها له هدف سياسي، هو وضع الدولة في مقام أنها تحارب الفساد، ولكن هي كقضايا نفسها ما سمعناش. حضرتك سمعت عن أي حد من هؤلاء المتهمين ذهب إلى المحكمة وحكم بشكل علني وكان فيه تداول ومداولات؟ شفنا لا، حاجات ما زي فيش. هو بتاعت وزير الزراعة مثلا، محافظ المنوفية، تحقيقات مساعد أو نائب محافظ اسكندرية، مستمرة، في تحقيقات قضايا مستمرة. رئيس ميناء بورسعيد، في قضايا حتى تمام. على مستوى عالي. لا يا فندم، الاعلام بيركز صح لحظه القبض. بكره الصبح لو الاعلام يعني لا قدر الله قبض على حضرتك، القبض لا يعني انه الاتهام صحيح. الحكم المحكمه هو حكم الحقيقه، او يعني الحقيقه كما يجب ان تكون في منظومات العداله بمعاييرها الدوليه. القبض في حد ذاته خصوصا في دوله بوليسيه زي مصر ما يعنيش اي شيء في الحقيقه، يعني ما يعنيش انك يعني انه حد في الدوله بقى شايف انك انت اما وحش او زعلان منك يعني في الوضع الحالي. لكن يعني منظومه الدوله المصريه والافتراض الجيد جدا جدا من موقع مدى مصر ومن تلفزيون العربي مشكورين، يعني انه هذه دوله ديمقراطيه وهذه دوله قانون، وانه يجب ان يكون والدستور يجب ان يكون لا لا، الموضوع مش كده خالص صدقوني. يعني وحتى الموضوع لو في مش كده مصر يمشي فكل الناس تتمنى انه يعني يجي اليوم اللي يبقى
الأمور فيه ماشية بالشكل ده. لا بشكرك. لا، هيجي هذا اليوم في يوم من الأيام. مصر دولة كبيرة وتستحق أن تكون منظومة العدالة فيها يعني لها قمة الهرم السياسي، وتعلو حتى على السلطة التنفيذية اللي بيرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، كنت معي عبر خدمة سكايب. هنروح لفاصل صغير وهنرجع نكمل باقي فقرات برنامجنا، خليكم معانا.